هو الجهاز الخاص بالمناقصات. خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمه وتصدر الموافقة بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن مصحوبة برأي الجهة المشرفة على التنفيذ. هنا القانون حدد لي إيه؟ أو القانون نصيني على إيه؟ قانون نصيني إن الحد الأقصى لأوامر التغيير 5%. بصح؟ ولا بصح؟ لا بصح، برافو عليك. هنا قال لي إيه؟ الحد الأقصى للجهة، وهو ده كان إيه؟ الكومنت، مش عايز اقول الديفكت، الكومنت اللي انا موجود على القانون، ان انا الحد الاقصى للجهه نفسها في انها تعدله 5%، لكن ما حطليش ميكسيمم ليميت بالنسبه لايه؟ لمجلس الجهاز، اللي هو وفقا لهذا النص